السؤال الثاني، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ دوهم سوال همشنك برشا ما توحيد دراسة وانقه بنداتا كان قاين. لأننا طلاب، الطالب لابد يسير على الطريق الذي خط لنا العلماء، وضعوا لنا العلماء. برشا ما نو دربر طالب ما هما يختاريك اختيار كان يلوتي هما را ورا بن اختيار كان يلوتي ما را علماء يم بيش داشتنا. أول ما يبدأ به الطالب دراسة التوحيد. أول شيء زيك طالب بندات كان يلوتي بواني تي التوحيد وانقه. ويبدأ بهذا المتن. وهمي متنك ما شرح كاني همي متنا وبعدين ابتداء بك. السؤال الثالث، سامي سؤال، ما هي الأصول الثلاثة؟ أصول الثلاثة تشين تشيا وشان هي باختصار أسئلة القبر. مختصرا همشين كي قبر سؤالا كش مركانا قبام. من ربك وما دينك ومن نبيك يعني الصلاة. كي تي رب كين فروردگار كين تي دين تشين وتي بيغمبر كين. السؤال الرابع، شارمي سؤال، ما الفائدة من هذه الدراسة؟ اي دراسة وانا جي فايدة ونفع تيان ميواشتا. نقول اننا اذا تعلمنا هذه الاصول الثلاثة ما قوشي اغما اي سي اصول وان تانت سان تانت ثم عملنا بها فدا ما يشان سرا عملكو ثم دعونا اليها فدا ما مردم همين يمغا توارجتا وصبرنا اولا على العلم وما فدا صبر اوباركو علم سرا ثم على العمل فدا عملكو وما سرا ثم على الدعوة فدا دعوة سرا مصابكو بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر وهذه أعظم ثمرة والله أعلم. قولوا الله رب العالمين إجازة وإذنكم ما إن شاء الله همي سيئي سوالاني جواب قبر ذات كتكن إن شاء الله.